ازيكم؟ النهارده انا طالع مخصوص بمناسبه اعلن افتتاح القاعه. ان شاء الله افتتاح القاعه هيبقى 12/12. مستني كل حبايبي يشرفوني عشان هيبقى في مفاجآت كتير قوي في الافتتاح. واول مفاجاه معانا اي عريس وعروسه هيجي يعملهم فرحهم عندي في القاعه، هيخشوا على سحب نص جنيه ذهب هيبقى في حفله اول يوم العيد، وهيبقى في حد مشهور قوي هيجي الحفله. ده مش هعلن عنه غير في رمضان عشان ده هيبقى مفاجاه. وتاني مفاجاه معانا، اول فرح هيتم حجزه في القاعه ببلاش خالص، مش هتدفع ولا جنيه، وتاني فرح 50% خصم، وتالت فرح 25%. ده غير المفاجآت اللي لسه هتيجي. اما بقى تالت مفاجاه، عودوا نفسكم ان اي مناسبه هيبقى فيها حفله واي عريس وعروسه عملوا فرحهم عندي او حجزوا عندي هيحضروا اي حفله فور فري. وفي اخر الكلام هقول لكم ما تنسوش تتابعوا الصفحه والانستا عشان هيبقى فيه مفاجآت كتير قوي، لان ما ينفعش السخاوي يعمل مشروع ويبقى كده عادي، لازم يبقى فيه مفاجآت وحاجات حلوه قوي. تابعوا الصفحه لان دي البدايه ولسه اللي جاي مفاجآت. مستني كل اخواتي 12/12 يوم الثلاث الجاي قاعه السخاوي، واسمع الف مبروك. سلام.